شكرا يا محمد زاهر، وان شاء الله بس تكون يعني قدرت ترسم الحاجات اللي جواك يعني. شكرا على هذه المحطة. دي واحدة من الحاجات المبادرات الجميلة في الشيء في الشباب وفي الجيل الجديد. بالتأكيد بنأمن على إنه الشباب ندين فرصتهم في إنهم هم يخلقوا فرص جديدة، يعملوا مبادرات جديدة، يفعلوا الحاجات اللي ممكن تكون جميلة في مجتمعنا، يعملوا معارض، يعملوا أفكار. فأنا بحييهم وبحيي أي زول عنده فكرة جديدة يا حسن. نعم. إحنا حاضرين إنه نكون معاه إن شاء الله. بكل تأكيد، وتحية صباحية لكل شباب بلادي الذين صنعوا ثورة ديسمبر المجيدة. شباب مميز بكل تأكيد، لكن أكيد يحتاج فقط من يقود المبادرة. أصنع المبادرة وما ترجزوا، براكم اتصلوا إن شاء الله لجميع أهدافكم. وبكل تأكيد الشباب السوداني شباب مميز في شتى مجالات الإبداع وحتى في العلوم. يعني شفنا يمكن عدد من النوابغ السودانيين حققوا نجاحات في الدول الخارجية. تحية صباحية لهم جميعا كده، وإن شاء الله التميز، وجميعا يد فوق إيد نبني بلدنا إن شاء الله. إن شاء الله. وعشان الكلام ده كله يا حسن، إحنا عايزين نطور ذاتنا، عايزين نعزز في ثقتنا، عايزين نعمل حاجة جديدة لأنفسنا. ما زايرين الواحد يكون محلك سر ويقول والله ما قادر أمشي خطوة لقدام، ما قادر أعمل حاجة، والله الظروف. إن شاء الله حتمشي للأمام بإذن الله. بالتأكيد. في حاجة برضه إضافة يا رشا، في كثير من الناس بيصنعوا يعني لروحهم بيئة كده بتاع التحديات ومعوقات. أكيد طبعا. فبيضعوا هدف لكن بيخطوا مجموعة من الحواجز النفسية. أول خطوة إنك تحقق هدفك ما تتأثر بالبيئة اللي فيها التحديات وفيها المعوقات. وابعد من المحبطين. ده لازم ما تصاحبه النهاية. أكيد طبعا. عموما عشان الموضوع الحلو ده الليلة معنا أستاذ محمد غرباوي، هو يعني مدرب في تطوير الذات والتنمية البشرية. عموما هي أصبحت لغة العصر، كل واحد عايز يعني خيط عشان يقدم لقدام أو يمشي لقدام. كثير من المراكز الموجودة، كثير من الناس المتخصصين، فقط اصل إن شاء الله وحتلقى نفسك إنك حتبتدي من وين وحتطلع يا السلم، عشان سلم النجاح تصل له بسهولة إن شاء الله. حبابك صباح الخير. يا صباح الخير، أهلا بك يا أستاذة رشا، وسعيد جدا أنا موجود معاكم النهاردة، وأهلا بأستاذ حسن. إن شاء الله بإذن الله تكون حلقة جميلة ومثمرة، ونقدر بيها نفيد أكبر عدد ممكن. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. مرحبا بك أستاذ محمد الغرباوي، وكنت أكيد منورنا في الاستوديو النيل. يبدو من هنا حبابك. صباح الخير. وبدأ أول خطوة في تطوير الذات، كيف نبدأ هذه الخطوة؟ كويس. أول خطوة هي بتكون عبارة عن أن أنا أعرف نفسي. أعرف نفسي دي شبيهة بالضبط بأن أنا لو معايا موبايل، لو ما عنديش أي معلومات عن الموبايل مش هعرف أتعامل معاه، مش هعرف أعمل بيه حاجة، بالرغم أن فيه إمكانيات كبيرة جدا وخطيرة جدا ومهمة جدا، وممكن يبقى سلاح ذو حدين، لأن أنا برضو أحيانا ممكن أستخدمه بشكل كويس، ممكن أستخدمه بشكل مش كويس. فأول خطوة في تطوير الذات أن أنا أعرف نفسي، أعرف إيه اللي بيزعلني وليه، أعرف إيه اللي بيفرحني وليه. كل ما بعرف نفسي أكتر بقدر أفهم وأعرف أنا أقدر أعمل إيه على أرض الواقع. لكن طول ما أنا جاهل نفسي عمري ما هقدر أطلع خطوة واحدة بس لقدام. فعلشان كده دي أول خطوة في عملية تطوير الذات، إن أنا أعرف نفسي. نعم. جميل جدا. قد يتساءل المشاهد الآن، أنا طيب عايز أعرف نفسي، هعرف نفسي كيف؟ أول حاجة بتبدأ تمسك ورقة وقلم، وإحنا مشكلتنا بصراحة كعرب تحديدا عندنا مشكلة في فكرة إن إحنا نمسك ورقة وقلم ونبدأ نكتب حاجات إحنا بنمر بيها أو مميزات موجودة فينا. حاول إنك أنت تكسر الحاجز ده وتبدأ فعلا تمسك ورقة وقلم وتشوف إيه المميزات اللي أنت بتعرف تعملها. هل أنت بتعرف تتعامل مع الناس ولا لا؟ طب لو أنا ما بتعاملش مع الناس يبقى أنا محتاج أتعلم إزاي أتعامل مع الناس. طب هل أنت مثلا عندك الفكرة اللي بيها لما بتتحط تحت ضغط، هل بتعرف تتعامل ولا بتفضل كده ستريس ومضغوط والحاجات دي كلها، وتبدأ تشوف برضو إزاي تعمل ده. الحاجة التانية أنا أشوف حد مقرب مني جدا وأبدأ أسأله إيه اللي تعرفه عني، لأن أحيانا الإنسان
من كتر ما هو موجود فيه شيء معين فأصبح بالنسبة له زي دي بقت موجودة خلاص، بيجهل تماما إيه الجميل اللي موجود فيه. والناس أحيانا لما بنتعرف عليهم وبيدخلوا ناس في حياتنا يبدأوا يشوفوا المميزات اللي موجودة فينا. لا. لما تمسك ميزة امسكها ما تسيبهاش، نميها أكتر كبرها أكتر، لأن هي دي اللي هتخليك تعرف نفسك. وما فيش حدود لمعرفة النفس، يعني كل يوم كل يوم هتعرف حاجة جديدة عن نفسك. نعم جميل. طيب أستاذ محمد الغرباوي، ربنا حط في أي زول مهارات معينة، صح، من خلال لو كسب المهارات دي بيحقق أهدافه فعلا. فيبقى السؤال هنا الرئيس، أنا كيف أعرف مهاراتي ومقدراتي بالفطرة اللي عندي بعدها أسعى في تطويرها؟ دي برضه خطوة مهمة جدا. اه طبعا. نعم. برافو عليك. وسؤال جميل جدا على فكرة، لأن في ناس كتير جدا بتفضل قاعدة منتظرة تشوف إيه اللي بيميزها، وهنا المشكلة الكبيرة والكارثة الكبيرة. لأنك أنت لو قاعد منتظر تعرف إيه اللي بيميزك عن غيرك واللي ربنا ادهولك وما ادهوش لحد تاني، يبقى أنت كده عمرك ما هتعرفه. لازم يكون في سعي، لازم يكون في حركة، حتى احنا بنقول في الحركة بركة. بركة دي حاجتها طبعا. اه طبعا. في الحركه لما تتحرك وتبدا انك انت مثلا تجرب حاجه ويحصل اخفاق معين، وجرب حاجه تانية وتحصل اخفاق، المحاولات الكتير دي تبدا توريك في نفسك ايه اللي انت بتعرف تعمله، ايه اللي موجود عندك مش موجود عند حد تاني. ويا سعد ويا هناء اللي بيمسك الحاجه اللي بتميزه، يا سلام، فسبحان الله يعني بيبقى ليه تاثير كبير جدا. يعني لو كل واحد بس عرف انك انت في حاجة موجودة عندك احنا محتاجينها كبشر، هيبدأ يسعى اكتر في انه يطلعها. صحيح. علشان يفيد نفسه ويفيدنا احنا كمان. صحيح. جميل. نعم. جدا. دور الأسرة في تعزيز الثقة بالنفس، ودور الأسرة في إن هي يعني هذا الشخص، هذه البنت، هذا الولد، هذا الخريج، كيف إحنا نعزز هذه المقدرات فيه، إن هو يعرف مقدراته ويطور ذاته. في أسرة ممكن تكون إيجابية جدا. صح. وفي أسرة كمان ممكن تكون محبطة جدا. نعم. إحنا دايرين قايد كده للأسر عشان ما تديها للشباب والشابات، في إنهم هم يعززوا هذه المقدرات الجميلة عشان ما يقدروا يطلعوا من هذه الدائرة المغلقة. يبقى احنا في الأول نكلم الاثنين، يعني نكلم. نعم. الآباء والأمهات على جانب، ونكلم. نعم. الأولاد على جانب. طبعا في فجوة كبيرة جدا ما بين الآباء والأمهات وما بين الأولاد، والفجوة دي بتكون عبارة عن أن أنا عشت خبرات معينة ومريت بحاجات معينة، فببدأ أن أنا أتخلي ابني يتجنب كل اللي أنا مريت بيه من غير ما أديله فرصة أنه يجرب علشان يتعلم. نعم. فده برضو بيسبب صعوبة كبيرة جدا، لأن الاعتمادية هنا بتخلي الشخص غير قادر على تحمل المسؤولية. فأنا محتاج أدي لابني المساحة بتاعته اللي ياخد فيها قرارات واللي يغلط فيها، واللي أبدأ أتابع معاه أرشده أوجهه، لكن ما ينفعش أكون متسلط عليه، لأن كده ببدأ أن أنا أقتل عنده كل الإبداع. طبعا ده ما بنعتبره إحنا كآباء وأمهات تسلط، ولكن من المتغيرات المجتمعية. إحنا ذاتنا محتاجين نتعرف إحنا كيف يعني ما نتخوف الخوف ده. إحنا بنسمع كل يوم في السوشيال ميديا وفي المجتمع. صح. في حاجات كثيرة بتحصل قدامنا، فبنتخوف يعني انه احنا نديهم يخوضوا هذه التجارب، فالخوف الزائد قد يكون تسلط دون قصد من اولياء الامور. نعم. ايوه بس هي احنا عندنا مثل يقول ايه، يعني القطه لما بتخاف على عيالها بتعمل فيها ايه؟ بتاكلهم. نعم. صحيح. فمن الحب ما قتل برضه. طبعا. فالخوف احيانا ممكن يكون سلاح ذو حدين. خوفي على اللي قدامي هيخليني دايما عايز اوفر له الامان والراحه والسعاده من غير ما اديله الفرصه ان هو يجرب ويخوض المعارك والتجارب بتاع الحياه. اديله مساحته شويه، افكر معاه، اخليه هو ينقل لي الصوره دي. العصر دلوقتي فعلا عصر مخيف ومؤلم، واللي هو الواحد بيكون حريص على قد ما يقدر انه يحافظ على اولاده من الحاجات دي، بس والله الممنوع مرغوب. كل ما تمنع شيء بتزيد رغبته عند ابنك. فعلشان كده لازم يكون في حل وسط في العلاقة اللي ما بيني وما بينهم. لازم يكون في صوت بيتسمع وصوت بيتسمع. حوار. آه. صوت بيتسمع هنا وصوت بيتسمع هنا، ولكن مش اتجاه واحد لرأي واحد. نعم. طيب أستاذ محمد الغرباوي، مدرب تطوير الذات، عشان أنا أطور ذاتي كويس، في حاجات مهمة جدا أنا لازم أكتشف نقاط الضعف اللي جواي شنو. برافو عليك. عشان على الأقل أعالجها بالضبط وأسعى في تطوير الذات يعني.
جميل جدا. نتكلم في النقطة دي. نتكلم. أول حاجة لما أعرف نقاط الضعف اللي عندي، أول شيء لازم أعمله أتقبل نقاط الضعف اللي موجودة عندي. أقبل الصورة دي مني، لأن رفضي لشيء موجود فيا بيزيد من سيء لأسوأ في المنظومة ديت وفي العملية ديت. مفيش حد في الدنيا ما عندوش نقاط ضعف، مفيش حد في الدنيا ما عندوش جانب مظلم، أو حتى في علم النفس بنسميه إيه؟ شخصية الظل. اللي هو تلاقي شخص مثلا كده يجي يقول لك إيه؟ أنا كويس وتمام وزي الفل، بس في حتة شماتة كده جوايا ناحية حد معين. فإحنا كلنا فينا الجانب المظلم وفينا الجانب المضيء، فينا الخير وفينا الشر، إحنا مزيج من الاتنين دولت. فأنا عيوبي اللي موجودة أو الأخطاء أو نقاط الضعف دي موجودة علشان أنت تشتغل عليها، بس عمرك ما هتقدر تشتغل عليها طول ما أنت مش عارف نقاط القوة بتاعتك إيه. يعني هي كده موازنة ما بين الاتنين، لازم أعرف نقاط قوتي وفي نفس الوقت نقاط ضعفي، وأبدأ أشتغل عليهم الاتنين مع بعض، لأن دي بتديني القوة والدافع اللي بيعني على إن أنا أتخلص من الحاجات اللي موجودة عندي. خلاها برضو نقاط الضعف دي خلاها نقاط قوة. برافو عليك، الله ينور عليك، بتبدأ تحولها فعلا من نقاط ضعف إلى نقاط قوة، وده اللي بيكون جميل. في أحيانا الناس بيعملوا إيه؟ عنده نقاط قوة فوصل لمرحلة أمان، فيجي يشتغل على نقاط الضعف، فهو شغال على نقاط الضعف يفقد في الطريق نقاط القوة. لأنه ما أهملها، لازم الاتنين رجلين، بمشي بالرجل دي وبمشي بالرجل دي. جميل جدا. استثمار الزمن وفي حاجات مفيدة ممكن يكون واحدة من الأشياء اللي بتمهد لنا الطريق في أنه إحنا نطور ذاتنا. يعني كثير من الناس الآن بيهدار للزمن ما عادي، إهدار للوقت، يعني ممكن يكون في التليفون قاعد ساعة ساعتين ثلاثة دون الاكتشاف أنه أنت زمنك ده ممكن تاخد كورس في اللغة الإنجليزية، ممكن تاخد كورس في أي مجال من المجالات اللي بتدعم ذاتك وبتطور مهاراتك أكثر. علشان كده الوقت هو بوصلة، اتجاه. يعني انت دلوقتي اللي انت بتعمله هو الحصيلة والنتيجة اللي انت هتكون عليها. فلو انا واحد من الناس وقتي منصب في ان انا بمسك تليفون وقت فترة طويلة جدا، يبقى تأكد 100% ان مفيش اي تطور او تقدم ممكن يكون هيحصل ليك طول ما انت بتتبنى المنظومة ديت. فانت دلوقتي انا مش هقولك بقى دير وقتك والكلام الكبير قوي والضخم اللي بيخلي الشخص احيانا لما يسمع الكلام ده يقولك لا طب انا هجيب منين والكلام من ده كله. لا، ابدأ تدريجيا. يعني اللي بتبنيه الايام بتهده الأيام. لو أنا واحد من الناس بمسك التليفون فترة طويلة، ابدأ بالتدريج تقلل الوقت بتاع التليفون، ولما تيجي تعمل حاجة ما تستخدمش التليفون معاها. ساعتها تبدأ تكون عادات جديدة في إنك أنت امسك تليفون زي ما أنت عايز، بس لما تيجي تعمل حاجة بلاش التليفون يكون موجود فيها، لأن ده مشتت للشيء اللي أنت بتتعلمه. فهتبقى مثلا بتقرأ كتاب والتليفون عمال ببص في الإشعارات، فمش تطلع في الآخر ولا منك قدرت تعمل حاجة في التليفون ولا منك قدرت تستفيد من الكتاب. فأنا لازم أحدد أنا بعمل إيه، واللي أعمله أديله وقته. في مثل مدرب تطوير الذات، يعني نجحت الميديا الغربية فعلا. يعني في استخدام المتلقي العربي بصورة خاصة. كثير مننا يعني بتابع التليفون حتى ما بيحسب الزمن، لكن السلبيه في انه انا ما بستفيد من الميديا في الحياه الايجابيه عشان اطور ذاتي. بستخدمه مثلا في الواتساب، في الونسا، في حاجات كثيره كده. فافتكر دي برضه من العيوب اللي بداخلنا احنا كمجتمعات. ده في مفاجاه كمان في الموضوع ده يا استاذ حسن. يعني خلينا نقول ان احنا عندنا عالمين. عالم داخلي بكل ما اوتيت بقى من مهارات ومن علم والحاجات دي كلها، وعالم خارجي، وفي عالم ثالث ويعد العالم الأسوأ على مر التاريخ، وهو العالم الافتراضي، عالم السوشيال ميديا. اكيد فده عالم تاني لوحده. وبيسحب الشخص، تلاقي نفسك مندمج في حياه، وتيجي الارض الواقع، تلاقي اللي بيحصل مختلف تماما. هو هروب من الواقع. برافو عليك. أيوة. ده فعلا بيبقى احد الاسباب. وناس ما عندهاش القدره انها تتواصل وتتكلم، فبيستخدموا الشيء ده على اساس انه يرضي حتى جواهم في ان هم يقدروا يعملوا. جميل. حنان طبعا ادتنا اشاره الخروج. يا والله موضوع مهم وظريف جدا. أيوة. عندنا في السودان بعد ما نتونس بنمشي عليه.
سلام على الباب، صح كده اسمها كده؟ ايوه. طيب انا داير منك ورشيد كده بتتكلم عن مفاتيح النجاح للناس اللي بيتابعونك. كويس جدا. نعم. حلوه وعجبتني جمله مفاتيح النجاح، يعني فكره ان انا عايز انجح فلازم يكون معايا المفتاح بتاع الباب اللي اقدر بيه اوصل، اول مفتاح هو الدافع. نعم. لازم اعرف ايه اللي بيحركني، لان انا لو ما عنديش البنزين اللي يحركني مش هقدر استمر، فلازم اخلق دافع وحب وشغف تجاه هدف انا عايز اعيش علشانه، لان ده اهم مفتاح. الحاجه الثانيه الاستمراريه، فانك انت تكمل حتى لو انت هتقف وهيحصل اي اخفاقات، خد الاستراحه بتاعتك ولكن خليك متاكد انك لازم تكمل، لان الاتقان في العمل كان عالية جدا. نعم. والفكرة مش في انك تنجح، الفكرة في انك انت تستمر. واخر مفتاح ممكن يكون موجود معاك هو انك انت تكون راضي، راضي عن كل حاجة ممكن تكون بتحصل سواء حلوة او مش. نعم. حلوة. نعم. ارضى، لان برضاك ده هتوصل لقناعة تساعدك اكتر انك انت أكيد تستمر. وده من الايمان ايضا. بالضبط. شكرا لك كتير استاذ محمد الغرباوي، يعني مدرب تطوير الزاد، على الكلام الجميل ده، وان شاء الله الرسالة تكون وصلت مساحة صباحية للتفاؤل وللامل وتطوير الذات ايضا. مباشرة من جديد لقراءة سريعة لعناوين صحافة الخرطوم الصدر هذا الصباح، مشاعر وأستاذ حيدر محمد علي، مرحبا بكما، صباح الخير.